اليوم إن شاء الله بنبدأ أو بنستمر حقيقة في آخر موضوع تكلمنا عنه اللي هو الليميتنج رياكتنت. قلنا موضوع الليميتنج رياكتنتس لما إحنا بنخلط مادتين مع بعض، بجيب أنا من عندي كميات غالبا بكون حاطط مادة زيادة عن اللزوم، واضح؟ ومادة هي اللي بتتحكم بالتفاعل. المادة اللي بتتحكم بالتفاعل هي اللي أنا بسميها العامل المحدد أو الليميتنج رياكتنت، والمادة الثانية اللي بنسميها الإكسس. الآن في مسائل الليميتنج رياكتنت في عندنا حالتين. الحالة الأولى اتكلمنا عنها المرة الماضية وانتهينا إلها، لما بيكون المعاملات اللي موجودة في المعادلة بنسبة 1:1 بسهولة كبيرة، بنظر للنمبر اوف مولز والأقل فيهم بيكون هو الليميتنج رياكتنت. واضح؟ لاحظوا كلامي، في عدة أفكار دخلت فيه. يعني لو أنا كنت بحكي عن معادلة الـ NaOH مثلا زائد الـ HCl، بده يعطينا NaCl زائد الـ H2O، هذا آخر شيء حكيناه. بقول إنه لو كانوا المعاملات اللي موجودين هنا للمواد المتفاعلة بنسبة 1:1، هذه الحالة سهلة. الأمر الأول اللي بدي أنتبه له إنه أنا لما بدي أعمل مقارنة مع المولات. يعني لو افترضنا إنه أعطاني جرام من هذه المادة، قيمة بالجرام وجرام من هذه المادة، ما بديش اجي اقول الاقل فيهم هي الليميتنج رياكتنت. ما بتعامل مع الجرامات، هنا لازم الجرامات يتحولوا الى مولات. طبعا كيف بحول الجرام عمول؟ بقسم على الموليكولار ويت او الفورمولا ويت على الموليكولار ويت. الان صار هنا عندي قيمة بالمول، يمكن اعطينا مثال احنا المره الماضيه، قلنا مثلا هنا طلع عندي 0.5 مول، طلع هنا 0.7 مول. اوكي، الان طالما انه الكوفيشنتس 1:1 بتطلع على القيم بالمول مش بالجرام، الاقل منهم هي الليميتنج رياكتنت. مين الاقل؟ هذه. اذا هذا هو الليميتنج رياكتنت. الان النتائج كلها تعتمد على ايش؟ على الليميتنج رياكتنت. بناء على ذلك لما اجي اقول قديش بيطلع عندي من ال NaCl، بدي اقول 0.5 ضرب 1، 0.5 ضرب 1 على 1، اذا بيطلع عندي 0.5 مول. قديش بيطلع عندي من المية؟ 0.5 ضرب 1 بيطلع عندي برضو 0.5 مول. واضح؟ لو اجيت اسأل سؤال، هذه المادة موجودة ايش؟ اكسس. طب لو اجيت سألت كم يتفاعل منها، بدي اقول 0.5 ضرب 1 على 1 بنفس الطريقة. اذا يتفاعل منها 0.5. ايش مقدار الاكسس في هذه الحاله؟ 0.2 مول. لاحظوا الان كل هذا الكلام اللي عندي هنا طلع مقدار الاكسس بالمول، مقدار هذا المتكون بالمول، مقدار هذا المتكون بالمول. طيب لو انا حطيت فرضيه انه هو اجى سالني قال لي كم يتكون بالجرام من الميه او من ال HCl، كم يتبقى بالجرام من هذا؟ احنا حفظنا انه المول بسهولة ممكن يتحول لجرام، بضرب بالموليكولار ويت، يعني في هذه الحالة المية كلنا عارفين الموليكولار ويت الها 18 والاتش 1:1 18. فلو كان اللي طالع 0.5 مول، اذا بالجرام 0.5 ضرب 18 9 جرام. واضح؟ فلغرض الحساب انا بتعامل بالمولات،
لكن لو هو طلب مني النواتج بالجرام بقدر احسبهم بالجرام ولا لا؟ بالتاكيد بقدر احسبهم بالجرام، بالتاكيد بقدر احسبهم بالجرام. الان هذا الناتج اللي طلع عندي بالجرامات نتيجه عمل حسابي، مش انا قاعد بعمل حسابات، له اسم عندي في الكيمياء بسميه الناتج النظري، ثيوريتيكال ييلد. واضح؟ هذا ايش الناتج؟ ثيوريتيكال ييلد، الناتج النظري، انه انا عملت حسابات لقيت انه بيطلع عندي بالمي بالحسابات 9 جرام. طيب لو قلنا لواحد لو سمحت روح على المختبر اعمل التجربه، افصل الميه، اوزن الميه وشوف لنا ايش اللي طلع معك عمليا بالمختبر. راح عمل كل هذا الكلام عمليا لقى انه طلع عنده بدل 9 جرام نفترض 7 جرام، شوية ضيع مية وتبخرت نتيجة الشغل وما إلى ذلك. الآن هذا أنا بسميه الناتج الحقيقي أو التجريبي، actual. بتعرفوا كلمة actual؟ actual يعني ناتج إيش؟ حقيقي. experimental تجريبي، نفس الإشي، هم بيستعملوا كلمة إيش؟ الاكتشوال أكتر. الآن هذا الاكتشوال ييلد أو الاكسبرامنتال ييلد هذا نتيجة إيش؟ التجربة. طبعا التجربة دائما مرات كثيرة بتكون أقل، يعني زي واحد اشتغل شوية شغل مفرق هان وهان وهان متوقع يطلع له 1000 دينار، هذا خصم عليه شوية، هذا خصم عليه شوية، في الآخر طلع له 900 دينار. الثيوريتيكال 1000، اللي قبضهم في النهاية 900، صار عندي ثيوريتيكال واكتشوال. الان طب لو اجينا بدنا نحط نسبه مئويه للي حصلهم، اكتشوال على ثيوريتيكال ضرب 100، اذا هنا بصير في عندي مصطلح بنسميه احنا بيرسنت ييلد، الناتج الايش؟ المئوي. باختصار اكتشوال على ثيوريتيكال ضرب 100، يعني في هذه الحالة هو قديش طلع كنسبة مئوية؟ 7 على 9 ضرب 100، هذه البيرسنتج ييلد، ما طلعش كله 100%. واضح؟ وطبعا هاي طبيعة الدنيا انه ما بتطلعش، يعني على سبيل المثال لو احنا اجينا لماتور حطينا فيه طاقة كهربائية، البعض بتخيل انه كل الطاقة الكهربائية اللي انا حطيتها في الماتور بدها تتحول لطاقة حركة. الحقيقة لما تدرسوا هذا الكلام بالتفصيل، احسن ماتور في الدنيا بنحصل منه 40% بتتحول لطاقة حركة، والباقي كله يفقد على شكل ايش؟ حرارة، وبصير الماتور يسخن وما الى ذلك. فصح انا حطيت كمية طاقة كهرباء لكن مش كلها تحولت الى طاقة حركة، 40% منها صار طاقة حركة والباقي بروح حرارة واحتكاكات وما الى. واضحة الفكرة؟ الان كل هذا الكلام خلينا اعتبره مراجعة للمثال البسيط في موضوع اللي هو limiting reactant. ايش يعني مثال بسيط؟ لما تكون المواد المتفاعلة بنسبة 1:1. الآن المثال بصير ذرة أصعب، يعني مش كتير، يعني بده 20 ثانية شغل زيادة مش أكتر. لو ما كانتش نسبة المواد المتفاعلة 1:1، واضح؟ لو المواد المتفاعلة اللي عندي بالمول، المواد المتفاعلة المعادلة ما كانتش بنسبة ايش؟ 1:1، وقتها ما بقدرش انا اجي انظر لكمية المولات واقول الاقل هي الليميتنج رياكتنت، لا، لازم اعمل ايش؟ شغلة صغيرة، باقسم على الكوفيشنت. يعني مثلا هذه المعادلة N2+3H2(2NH3) هل هذه معادلة بسيطة بنسبة 1:1 التفاعل؟ لا.
إذا لما هو يجي يقول لي إنه بتفاعل عندك 3 مول نكتبهم هنا من الـ N2 مع 6 مول من الـ H2، هل بيطلع لي إن أقول التلاتة أقل من الستة مباشرة وهذا الليميتنج رياكتانت؟ الجواب لا. طب إيش لازم أعمل في الأول؟ بأقسم على المعامل، يعني باجي بقول 3 على 1 وهنا 6 على 3. لما أقول 3 على 1 3، 6 على 3 2. الآن هذا الناتج اللي بعد القسمة بطلع مين فيه الأصغر؟ 2 ولا 3؟ إذن هذه المادة هي الليميتنج رياكتن. إذن الأصغر بعد القسمة على المعامل هو الليميتنج رياكتنت. ملاحظين؟ مش باخد مباشرة اللي هو معطيني إياه، بأقسم على الكوفيشنت، والأصغر بعد ما أقسم على الكوفيشنت هو الليميتنج رياكتنت. في هذه الحالة هذا الأصغر، إذن الليميتنج رياكتنت أي مادة؟ الهيدروجين اللي موجود منها 6 مول. الآن كل التفاعل يعتمد على ماذا؟ خلص هذه إذا استعملتها بطلت لازماني. كل التفاعل يعتمد على ماذا؟ على الليميتنج رياكتنت الموجود من الليميتنج رياكتنت. بناء على ذلك لو انا وهدول اللي قسمنا عليهم وكله ببطل لازمني، خلص انا عرفت الليميتنج رياكتنت. لو انا اجيت قلت لكم كم بيطلع عندي من الامونيا في هذه الحاله؟ بدي اقول 6 × 2 × 3. واضح؟ 6 × 2 = 12 × 3 4 مول. بجيش بستعمل هذه اكسس. طب لو اجيت سالتكم قلت لكم قديش مقدار الزياده؟ يعني انا هذه الان بدعي انها موجوده بشكل زائد، بدي اسال كم سيتفاعل منها؟ سهل، 6. كل كلامي يعتمد على هذه 6 × 1 × 3. 6 × 1 × 3 ايش بيساوي؟ اذا 2 مول ويل رياكت الموجود اللي فاوند، يعني الثلاثه هي اللي موجوده الفاوند، صح؟ لكن قديش بده يتفاعل منها؟ 6 × 1 × 3. اذا 2 حيتفاعلوا منهم. اذا كم مقدار الاكسس؟ 3 موجود، 3 تفاعل منهم 2، 1 مول. الآن لو طلب هذا بالجرام بضرب في الموليكولار ويت، لو طلب هذا بالجرام بضرب في الموليكولار ويت. واضح؟ حنجرب نحل كمان مثال حتى هذه الفكرة تحديدا تصير واضحة عندنا. هاي معادلة الهيدروجين مع الأكسجين بيعطيني مية، والمعادلة بنسبة 2 مول هيدروجين مع مول أكسجين بيعطيني 2 مول مية. إجا قال لي لو تفاعل عندك 1500 جرام من الأكسجين، وين الأكسجين؟ طيب بلاش، 150 جرام من الهيدروجين، مش هيك؟ 150 جرام هيدروجين وتفاعلوا مع 1500 جرام من الأكسجين، كم ينتج بالجرام من الماء؟ طالما أعطاني قيمتين إذن لازم أقول إنه هذه المسألة مسألة عامل محدد. مين فيهم اللي موجود أقل ويتحكم بالتفاعل؟ مين فيهم اللي زيادة؟ واضح؟ الآن طالما هذه مبينة بالجرام لازم تتحول للغرض الحسابي لإيش؟ للمول. اذا انا بدي اياه بالمولز. 150 الهيدروجين قديش وزنه؟ 2. الاكسجين قديش وزنه؟ في 2 32 زي ما هو مبين هان 32. باجي باقسم ال 150 150 احسنتي 75 مول من هذه، وهنا 1532 47 مول. الآن هذا النمبر اوف مولز، هل يا ترى بتطلع عليه
وبشوف مين الأصغر والأكبر؟ لا، لازم أخذ المعامل بعين الاعتبار. بمعنى أقسم هان على اثنين وأقسم هان على واحد. على اثنين بده يطلع عندنا 37.5، على واحد 47. الآن بعد ما قسمت مين فيهم الأقل؟ هذا اللي نتيجته أقل هو العامل المحدد. الآن باجي عليه وبحطه هيك بدائرة. شو هو العامل المحدد إذن؟ هذا اللي موجود منه كم مول؟ 75. صار كل نتائجي تعتمد على ماذا؟ هدول كلهم بطلوا يلزموني، صارت بتعتمد على 75. واضح؟ لو اجيت سألت يا ترى ال 75 بتفاعلوا مع قديش؟ والجرامات هذه خلصت منها عشان ما تغلبكوش، عشان ما حدش عاود يستعملها بالحساب. واضح؟ وهذا الكلام كله خلصت منه. يعني كأنه المسألة صارت انه انتو خلطين 75 مول مع 47 مول، وقلنا هذا العامل المحدد بعد ما قسمنا. الآن لو قلنا يا ترى ال 75 طيب هذه مع قديش بتتفاعل من الأكسجين؟ 75 في 1 على 2، 75 في 1 على 2. إذن هذه بتتفاعل مع 37.5. إذن قديش مقدار الإكسس لو كان طالبه؟ 9.5 مول. طيب لو قلنا كم تنتج ال 75 من الماء؟ 75 في 2 على 2 بتعطينا 75 مول H2O. الآن لو هذه القيمة طلبها بالجرام وهذه طلبها بالجرام، صعب؟ لا، بضرب في الموليكولار ويت المية ضرب 18، وهنا الأكسجين ضرب 32، بطلع قيمة الماء اللي طلعت بالجرام وقيمة الأكسجين اللي زاد اللي ما تفعلش بالجرام. واضح؟ هاي أقصى ما يمكن. الآن لو قلنا أنا 75 ضرب 18 1400 جرام H2O. واضح؟ طيب لو ضاف لي على هذه المسألة، قال لي لو انت رحت على المختبر وعملتها ولقيت انه الاكتشوال الحقيقي عندك 1100 جرام H2O، قديش البيرسنت ييلد؟ البيرسنت ييلد ان ذيس كيس 1100 على 1400. ايش طلع عندي؟ 1400 اللي طلعت اللي نتجت ضرب 100 بده يطلع حوالي ايش؟ 77 80 82% 80 78. مين عملتها؟ 80 بالضبط. 11 على 14 78.5%. واضح؟ 78.5%. واضح هذا؟ الكلام اللي موجود في السلايد اللي بعده هو اللي حكيناه تطبيقيا على المسائل، انه في اي مسألة عندي الناتج الحسابي اسمه ايش؟ ثيوريتيكال ييلد ان جرام، والناتج الحقيقي اكتشوال ييلد. لاحظوا الناتج الثيوريتيكال ايش قلنا قدامه؟ كالكوليتد ثرو ذا ستويكيومتري بروبلم اللي حسبناه حساب، والاكتشوال اللي هو amount one actual produces and measures، الاشي اللي انت بتصنعه بالطول وبتوزنه في المختبر. البيرسنت ييلد
الاكتشوال على الثيوريتيكال ضرب 100. هاي في عندي هنا مثال اخير ممكن نتعامل معه بنفس الطريقة اللي تعاملنا فيها. يعني ناخذ شغلة انه عندنا المعادلة هذه، هو بيقولنا باختصار في حامض اسمه اديبيك اسيد، تمام؟ هذا الحامض الاديبيك اسيد حامض اساسي لصناعة مادة النايلون. لما في الكيمياء العضوية ندرس النايلون بنستعمل الاديبيك اسيد لصناعة النايلون. هذا بنحضره من تفاعل السايكلوهكسين مع الاكسجين باكسده معينه بده يصير اديبيك اسيد. بالنسبه لي هذه معادله. طيب ايش اللي افترضنا؟ بفترض لو انا يا ترى خلطت من السايكلوهكسين هذا 25 جرام مع، وبيقول افترض انا ليميتنج رياكتنت، يعني بدوش يغلبني. ايش معنى افترض انا ليميتنج رياكتنت؟ انه الاكسجين اكسس، يعني لانه غاز حاطه بزياده. الان كل نتيجتي تعتمد على ماذا؟ على الليميتنج رياكتنت. طيب لما يقول لي وات از ذا ثيوريتيكال ييلد اوف اديبيك اسيد، قديش القيمه اللي بتطلع هان؟ بهذه الحاله بينفع انا اقول 25 في 2 على 2؟ لا، لانه هذه معادله مولات، هذه معادله، اما هذه بدها تتحول لجرامات او هذه تتحول لمولات. خلينا نحول هذه لمولات. ال 25 لو قسمتها على الموليكولار ويت للسايكلوهكسين 84 بيطلع قيمه المولات 0.29 مول، واضح؟ الان باجي بسال ال 0.29 مول من هذه قديش بيطلع من هذه؟ 0.29 في 2 على 2، اذا 0.29 مول. هو طالبها بالايش؟ بالجرام. بضرب في الموليكولار ويت. الان الموليكولار ويت لهذه موجود قيمته 146، 0.29 ضرب 146 بده يطلع عندي 43.5 جرام. الان هذا الكلام حساب ولا لا؟ اذا هذا الناتج ثيوريتيكال ييلد. هو بيجي بيقول لي if you obtain، اذا انت في التجربه حصلت على 33.5 جرام of adipic acid، واضح؟ اذا what is the experimental yield percentage yield؟ البرسنتج ييلد اكتشوال على ثيوريتيكال ضرب 100. الاكتشوال الثيوريتيكال 43.5 ضرب 100 بيطلع ايش؟ 77.5، واضح؟ فالاكتشوال ييلد من وين حصلنا عليه؟ ايوه، مع تصحيح بسيط انه عشان جزء منكم بصير اساتذه علوم وجزء بحكي رسمي، اتعودوا انكم تقولوا تجربه بكسر الراء وليس بضمها، لأن كل المصادر على هذا الوزن تأتي على وزن تفعيلة. قال الله تعالى تبصرة وتذكرة لكل عبد منيب، ولم يشذ عنها في القرآن الكريم إلا مصدر واحد، تهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بس تهلكة اللي بتيجي بالضم، ولذلك بنقول إيش؟ تجربة مش تجربة، تجربة لو سمحتن. على اي حال عشان خاطر الليميتنج رياكتنت خلينا نحل كمان مسألة من الهوم ويرك على موضوع الليميتنج رياكتنت، واضح؟ نحل كمان مسألة على موضوع الليميتنج رياكتنت حتى ننتهي من هذا الموضوع. جاب لنا معادلة تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ثاني أكسيد الكربون بيعطيني كربونات الصوديوم زائد ماء، صوديوم هيدروكسيد زائد كربون دايوكسيد صوديوم كربونات زائد ووتر. وقال إذا أنت في هذا التفاعل بتفاعل
1.85 مول من هذا. ملاحظين هذه ايش قديش بدي استعمل منها؟ اعطاني المولات مباشرة، ما اعطاني شيء جرامات، جزاه الله خيرا. بتفاعلها مع 1 مول من السي او 2، 1 مول من السي او 2. الان اول شغلة بدنا نتطلع، واحد لواحد، اذا لازم اقسم على المعاملات، هنا على 2، هنا على 1، هذه بدها تطلع 0.925 وهذه بدها تطلع 1. مين الاقل فيهم؟ الان A او H. اذا الموجود منها هو الليميتنج رياكتنت. رجاء في اخطاء شائعه انه بيجي البعض لما بده يعمل حساباته بصير بده يعملها على هذه، لا انا هذه بس لغرض القسمه ومعرفه الليميتنج رياكتنت، لكن حقيقه الفاوند اللي موجود اللي انا خالطه اي قيمه؟ هذه، ولذلك كل حساباتي حتعتمد على هذه القيمه. الان كل هذا الكلام اللي استفدت منه بطل له لزوم. لو كان السؤال كم ينتج عندي، how many moles of the excess reactant remain، كم يزيد من هذا؟ باجي بقول ال 1.85 بتتفاعل مع قديش؟ انا حطيت لها 1 مول، بس ال 1 مول بزياده عليها، بتتفاعل مع قديش؟ 1.85 ضرب 1 على 2، اذا هي بتتفاعل مع 0.925. فلما بدي اجي اسال what is the amount of the excess 0.075 مول من هذه، 1 ناقص. اوكي هذا السؤال، how many moles of the excess reactant remain after the completion of the reaction، واللي قبله كان how many moles of sodium carbonate will be produced، 1.85 الموجود هذا ضرب 1 على 2 برضو 0.925 مول. الآن في هذه المسألة طلب المولات انتهينا، لو طلب الجرامات بضرب في الموليكولار ويت أو الفورمولا ويت، لو طلب هان الجرامات. واضح؟ هاي هذا مثال جميل على موضوع الإيش. هذه اللي هان قصدك؟ بنجيبها عشان نعرف الكمية اللي تفاعلت، يعني احنا بنقول الواحد مول اكسس كم تفاعل منه؟ لازم يكون أقل من قيمة الواحد. إذا كان هذا المتحكم في التفاعل، إذا بقول اللي بتفاعل 1.85 ضرب 1 على 2، إذا تفاعل من هذا 0.925، موجود منه واحد، موجود واحد لكن اللي تفاعل منه 0.925، الباقي الفرق الاكسس. واضح؟ الان خلينا نشوف كمان مثال لو سمحتوا، وبيدخل فيه جزء الثيوريتيكال والبرسنتج ييلد. بيحكي لنا عن تفاعل جميل بسيط، تفاعل البنزين مع البروم بيعطينا برومو بنزين زائد اتش بي ار. الان ايش بيقولنا؟ لو 30 جرام من البنزين اتفاعلوا مع 65 جرام من البرومين، كم بيطلع عندي من البرومو بنزين؟ اول ما نتطلع اذا اعطاني كميتين، اذا هذا تفاعل إيه؟ معادله ليميتنج رياكتنت. هل يا ترى بقدر اقارن بالجرامات؟ لازم اوجد بالمولات. اذا انا لما بدي المولز بدي اقسم على وزن البنزين، بيكون معطى عندي 78. بدي اقسم على وزن البرومين، البروم 80 الواحد، بي ار 2 160. فبتصير عندي القيم بالايش؟ بالمول. يعني بدي اقول 30 تقسيم
78.38 مول. طيب هذه ال 65 تقسيم 160 0.41 مول. الآن باجي بسأل نفسي هذه المعادلة بنسبة 1:1، إذن الليميتنج رياكتانت مباشرة هو الأقل بالمولات. مين الأقل بالمولات؟ البنزين. واضح؟ فكل إجابات الآن تعتمد على البنزين. فلو سألنا كم سيتفاعل من البروم؟ 0.38. إذن يتفاعل منه it will react 0.38. لو قلنا طب ما الزيادة منه؟ 0.41 minus 0.38 0.03 مول. ملاحظين؟ هو طبعا كان سألني على الكمية اللي هنا بتنتج بالمول، حقول الموجود هذا 0.38 ضرب 1:1 0.38 مول. لما بدي اياه بالجرام بدي اضرب بوزن البنزين اللي هو 77 زائد 80. ليش خصمنا اتش احنا من البنزينة؟ 77 و80 157. ايش 70 و80؟ 50. 157. 157. فلما اقول 0.38 ضرب 157 59.7 جرام. الان هذا الثيوريتيكال ييلد، الناتج الحسابي. واضح؟ ايش بيكمل لنا المساله؟ If the actual yield of bromo benzene is 42.3، يعني اللي طلعوا حقيقة أقل من الثيوريتيكال، إذا الـ percentage yield إيش بيساوي؟ الـ actual 42.3 على الثيوريتيكال 59.7 ضرب 100، بده يطلع حوالي إيش؟ 70.8 بيرسنت. واضح؟ دكتور، هو الاغلب لما يعطينا المعادله بتكون موزونه، فالعدد مولات الماده اللي طلعت معنا بيطلع نفس العدد ده، صح؟ لا لا، قصدي مثلا هون طلع 0.38، صح؟ شوف، بدك تعمل عمليات الضرب، يعني أنا ما بديش بديش التحذير اللي عندك. أنا في عندي قواعد واضحة، ممكن هذه تكون 2، ممكن هذه تكون 3. يعني أنا اللي بقوله الشرط عشان أعرف الليميتنج رياكتنت بسرعة إنه هدول التنين يكونوا 1:1. الآن ممكن هذه تكون 2، ممكن تكون 3، ممكن تكون 4. أنا بعمل الضرب التبادل اللي عندي واللي بيطلع هو اللي بستعمله بدون ما اعمل تحذير. يعني ممكن انه يتفاعل بنسبة 1 مع 1، يطلع هان 3 ويطلع هان 5، حسب المعادلة الموجودة عندي انا بشتغل. مش دائما انه 1 مع 1 حيطلع لك هان 1 وهان 1 زي هذه المعادلة، لا، الاحتمالات كثيرة. ليش بنخاف انه كل مرة تصير اللي طلع هانا بدك تاخديه زي ما هو هان بدون ما تعملي؟ لا، هذا الكلام خطير وخطأ، انتبهي له. بهيك احنا بننتهي من هذا الفصل الان، وبنروح بنبتدئ ان شاء الله بالفصل الرابع. خلينا نبدأ الفصل الرابع، والفصل الرابع بعنوان Reactions in Aqueous Solutions اللي هو التفاعلات في المحاليل المائية. احنا الفصل الثالث الحسابات اللي اخذناها هي حسابات فيما لو انا كنت بدي اخذ كل مادة كمادة موزونة. واضح؟ لكن غالب الامر لما احنا بنشتغل بندوب الأشياء
بمية أو بمذيب تاني، وبعدين بنخلط الأشياء الإيش الذائبة. يعني حتى أنتوا عندكم أحيانا في البيت لو بدكم تعملوا بودينج اللي زي المهلبية والأشياء اللي زيك، ممكن تدوبوا السكر بالمية، تدوبوا النشا بالمية. لاحظوا عملتوا هنا محلول، هنا محلول، بتضيفوا هذا المحلول على هذا المحلول. فالتعامل أكثر في المختبر مع محاليل، يعني انه الماده صح احنا عارفين انه بدنا 2 جرام سكر، لكن لسؤوله التعامل بناخذ 2 جرام السكر بندوبهم لوحدهم، 2 جرام النشا بندوبهم لوحدهم، بعدين بنخلط السكر والنشا. نفس الفكره احنا بنعملها وين؟ في التفاعلات الكيميائيه، انه كثير من التفاعلات الكيميائيه بنعملها بايش؟ بالمحاليل. واضح؟ يعني لما اجي على اشهر معادله اللي دائما بنضل نجيبها، تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ال HCl، هذه معادلة ايش مالها؟ شهيرة جدا، NaOH زائد HCl NaCl زائد H2O. الآن ما بتلاقوا حد بيجي ياخد ال NaOH solid، لا، هو بيكون مدوب ال NaOH in water، وبالتالي صار عنده سوليوشن محلول، والاتش سي ال سوليوشن. وبالتالي لما بعمل تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الاتش سي ال، انا عاده بضيف محلول على محلول. ولذلك دراستنا هنا التفاعلات في المحاليل، فبدنا نعرف ايش يعني محلول، المصطلحات المرتبطه بكلمه المحلول، تركيز المحلول، كيف اتعامل حسابيا مع المحلول. هذا هو المحور اللي بناقشه هذا الفصل. طبعا لو انا اجيت ابتدأت بمعنى محلول، a solution is a homogeneous mixture of two or more substances، هو مخلوط متجانس من مادتين او اكثر. اهم شيء انا عندي كلمة ايش؟ متجانس، ما فيش في منطقة بيختلف فيها التركيز عن الثاني. واضح؟ يعني مثلا لو انتم عندكم وعاء فيه ماء، ماء مالح، تمام، واجيتوا بدكم تدوقوا من هذه الميه بالمعلقه، هل بيفرق عندكم انه اخذتوا من الطرف اليمين بالمعلقه ودقتوا ولا من الطرف الشمال؟ لا. هذا المحلول متجانس، التركيز فيه باليمين زي التركيز فيه بالشمال. خذوا مثلا الهواء، الهواء بشكل اساسي نيتروجين واكسجين، النيتروجين حوالي 80%، الاكسجين حوالي 20%، والباقي اشياء بسيطه. الان الجسم مصمم انه يتعامل مع الهواء ويدخل الهواء ونتنفس وما الى ذلك. هل يا ترى هذا الهواء في هذه المنطقه الاكسجين فيه 50% وفي هذه المنطقه الاكسجين فيه 90% وفي منطقه ثالثه الاكسجين فيه 10%، ولا دائما في نفس النسبه؟ عشان هيك البني آدم لما بتنفس وجسمه مصمم ياخد هواء فيه أكسجين 20%، بتنفس هان زي ما بتنفس في البيت، زي ما بتنفس بمصر، زي ما بتنفس بأمريكا، زي ما بتنفس باليابان. إذن هي نسب ثابتة، هذا معنى محلول متجانس. من وين ما أنا بدي أخد منه إيش بده يكون؟ زي بعضه تماما. هذا بيفرق عن السسبنشن اللي معلق. السسبنشن is a heterogeneous mixture، محلول غير متجانس، that contains solid particles sufficiently large for sedimentation، بيكون في جسيمات صلبة معلقة. هذه الجسيمات الصلبة المعلقة لو تركنا المحلول بدها ايش؟ تترسب، تترسب، تعود لتحت. تماما زي ما احنا نيجي ناخد على سبيل المثال مية وفيها حبيبات من الطين، اكليه طين، حبيبات ناعمة جدا من الطين. الان هذه المية اللي فيها الحبيبات اللي من الطين لو انا سبتها كيف بده يصير الوضع؟ بدها تترسب، يصير عندي حبيبات الطين هنا وهنا المية.
فهذا الترسب او هذا النزول للميه بنقول it will settle. settle يعني بتنزل لتحت. it settles بتنزل لتحت بتترسب. هذه العملية اللي بتاخد وقت، هذه العملية اللي بتاخد وقت، هل يمكن انه احنا نسرعها كتير 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 في المختبر؟ الجواب من خلال الجهاز اللي انا بسميه جهاز الطرد المركزي، انه انا بحطها بانبوبة وبلفها بسرعة 3000 لفة بالدقيقة، بتترسب خلال نص دقيقة. يعني اللي بدها ساعتين بتترسب خلال ايش؟ نص دقيقة. الآن هذا الكلام لو كنا بدنا ناخده كمثال، لأنه جزء منكم طلاب هندسة وجزء طلاب علوم صحية، لكل ناس حنعطيهم مثال، لكل ناس حنعطيهم مثال. الآن نبدأ بجماعة الهندسة. جماعة الهندسة بتعاملوا بشكل أساسي مع الويست ووتر أو السويج ووتر اللي هي المياه المجاري. هذه مشكلة، شغل هندسة بيئية بيركب ملايين الدولارات قاعدة بتنبني هان وهان. ليش؟ لأنه بتكون فيها مواد معلقة. إيش بيعملوا الناس اللي بيعرفوا في غزة؟ في عندنا برك جنب شارع 10 لما تروحوا على خان يونس، في برك بطرف القطاع عند الحدود الشرقية عند مقبرة المقبرة الشرقية، برك ضخمة، المشروع تبعها زاد عن 15 مليون دولار. بسيبوا هذه اللي هي السويج ووتر اللي هي مياه المجاري وإشي، بتترسب الرواسب، بضل فوق إيش المية، بياخدوها وبيعملوا لها معالجة إيش إضافية. الآن طبعا بالمعالجة الإضافية بيوصلوها لمرحلة من النقاء بحيث إنه غالبا تكون صالحة لري أشجار الزينة بشكل أساسي. يعني بضلهم حذرين شوية أنه يعملوا فيها ري المحصولات الزراعية، لكن لما نقول أنه في أشجار في الشوارع، أشجار الزينة وغيره وغيراته اللي في الشوارع، هذه نسبة الأمان أعلى لو استعملوا المياه هذه اللي إيش اللي تم يعني تنقيتها. الآن كل هذا الكلام بيصير عبارة عن علوم ومساقات كاملة أنتم بتدرسوها في الهندسة البيئية وفي علم البيئة، الناس اللي بتخصصوا واللي بيلتحقوا بوزارة الزراعة. واضح؟ فعملية السيدمنتيشن، إن أنا أول إشي لازم أنزل المواد الصلبة المعلقة، عملية أساسية. الآن جماعة العلوم الصحية أول ما ياخدوا الدم بدهم ياخدوا الدم وين يحطوه؟ في أنبوبة اختبار. احنا جماعة الأنابيب تعون العلوم الصحية بيكون الدم كله أحمر زي هيك، لو سبناه بعد شوية ايش بصير؟ بترسبوا الكرات الحمراء وغيرها، هاي الحد، وهذا بصير أصفر اللي بنسميه البلازما، السائل الشفاف. هذه البلازما هي اللي بناخدها وبنعمل عليها تحاليل الكيميائية، السكر، شوغر، يوريا، يوريك أسيد، كريتينين، كل التحاليل الكيميائية اللي بنشتغل عليها. بنشتغلش على الدم، بنشتغل على إيش؟ على البلازما. الآن لو افترضنا أنه هذا الترسب بده ياخد ساعة أو ساعة ونص، إيش بنستعمل؟ جهاز الطرد المركزي اللي إيش بنسميه بالإنجليزي؟ سنترفيوج. السنترفيوج جهاز له أنبوبة بتشبه هدول، بس إيش بيكون آخرها؟ الناس اللي شافوها زي هيك، واضح؟ بنحط الدم فيها، بيكون بلف بسرعة كبيرة حوالي 3000 لفة بالدقيقة لمدة نص دقيقة. بعد نص دقيقة بنيجي بنفتحه، بنلاقي كل هذا صار بلازما وكل الكرات الحمراء نزلت وين؟ تحت. واضح؟ فهذه عملية أساسية السنترفيوج في الأشياء المعلقة. حتى اللي بدهم يشتغلوا في التحاليل الطبية بعد هيك نفس الإشي، لو إجوا يعملوا اليورين أناليسز، اليورين بتعرفوا اليورين البول،
اليورين أناليسيز أول خطوة بدنا نعملها إن بدنا نحطه في أنبوبة سنترفيوج اللي لفه 3000 لفة بالدقيقة. بنكون إحنا مش شايفين أحياناً إنه هذا اليورين فيه شوية سوليدز خفيفة وبلورات معلقة وأملاح الأوكزاليت، لما نفحص إنه هذا فيه عنده أملاح وفي عنده قليل من الدم في اليورين، كله بنلاقي جزء هنا وبصير اللي موجود فوق السائل الإيش الصافي. فكأنه إحنا عملنا عملية الإيش السيدمنتيشن. فالسيدمنتيشن هو ترسيب الأشياء الصلبة المعلقة، بتكون معلقة وبنرسبها وهي عملية أساسية. الآن في الشغل اللي إحنا بنشتغله لما نحكي عن محلول، مادة بدنا نعتبرها زي ما بيحكوا بالعربي مذيب ومادة مذاب. المذيب سولفنت، المذاب سوليوت. طب كيف بميز مين هدول مادتين حطيتهم في بعض؟ مين السولفنت ومين السوليوت؟ بنقول في قاعدتين. القاعدة العامة إذا كان أحد المادتين هي الماء فهو السولفنت، قل أو كثر. إذا الماء أحد المكونات فالماء هو السولفنت حتى لو كانت نسبته قليلة. يعني مثلا محلول حمض الكبريتيك بيكون 96% سلفوريك أسيد و 4% مية المركز. الآن مين السوليوت ومين السولفنت؟ السولفنت المية ولو 4%، والسوليوت اللي هو المذاب حمض الكبريتيك. فإذا الماء وجد then water is the solvent، هو بيكون إيش؟ المذيب. ما عدا ذلك لو ما كناش بنحكي عن مية مادتين ما، الأكبر هو المذيب والأقل هو المذاب. واضح؟ The substance present in the larger amount is the solvent. عشان هيك لاحظوا لما بيعطيني أمثلة على بعض المحاليل بيقول لي مثلا في السوفت درينك في الكولا، الكولا عبارة عن مية مذاب فيها سكر، السكر مادة صلبة وثاني أكسيد كربون غاز، كلهم على بعضه بيعطيني الكولا. الكولا هوموجينيوس ولا لا؟ زميلتكم بتقول لا، يعني لما اتنين بدهم يشربوا من نفس كوباية الكولا اللي بيشرب الشفطة الأولى الطعم عنده بيختلف عن اللي بيشرب الشفطة الأخيرة، هل هذا هو الحال؟ كله نفس الطعم؟ إذن هوموجينيوس. شفتوا إيش معنى هوموجينيوس؟ الآن طالما فيها مية فالماء هو السولفنت، والسكر وثاني أكسيد الكربون والكافيين وكل الأشياء الثانية سوليوت، ممكن يكون أكثر من مادة. نأخذ الهواء، الهواء طبعا بشكل أساسي كغاز نيتروجين حوالي 80%، بعدين أكسجين وأريجون وميثين وشوية ثاني أكسيد كربون. الآن من الموجود أعلى ما يمكن؟ وقتها صار النيتروجين هو السولفنت والغازات الثانية هي السوليوت. السبائك الألويز مثلا هذا الليد بي بي ليد يعني إيش قصدي رصاص عفوا، والأسأن التن القصدير، لو خلطنا الرصاص بالقصدير بيعطينا سبيكة، سبيكة يعني اللوي، اللوي سبيكة. الآن السبيكة بتكون متجانسة، واضح؟ السبيكة متجانسة. على سبيل المثال في الذهب مثلا، الذهب اللي أنتم بتستعملوه غالبا بيكون فيه شوية نحاس صغيرة، وبتعرف بصير نقول عيار 24 يعني الذهب فيه عالي، عيار 21، عيار 14، كل ما العيار كان أعلى في الذهب معنى ذلك الذهب نسبته أعلى. عيار 14 معظمه نحاس، لكن هل هذا بيكون موجود بشكل متجانس ولا لا؟ بنكون مميزين انه هذه النتفة بطرف الاسوارة اكتر نحاس وهذه اكتر ذهب، ولا موزعة متجانسا؟
طالما توزيع متجانس إذن هي أيضا إيش؟ سوليوشن. بلغة الكيمياء هي حتكون إيش؟ سوليوشن. الآن لما أنا بعمل عملية الإذابة، المادة الصلبة بتكون زي هيك جنب بعض زي هدول الأقلام، لما بدي أحطها في المية إيش بده يصير لها؟ بدها تتفكفك عن بعض والمية تحوطها. هذه عملية إنها تفك عن بعض بنسميها إحنا ديسوسييشن. ديسوسييشن إنها تفصل عن بعض، وبنقول the substance dissociates. يعني لو افترضنا مثلا الـ NaCl كان عبارة عن Na بلس جنب Cl ماينس جنب Na بلس جنب Cl ماينس، الآن كله زي هيك في الحالة الإيش؟ الصلبة اللي الجزيئات قريبة عن بعض. طيب هدول وهم في الحالة الصلبة إيش في بينهم؟ اتراكشن، تجاذب، الموجب جنب السالب. ايش اللي بده يخليهم يتفككوا في المية؟ اللي بده يخليهم يتفككوا انه احنا بنبدل اتراكشن باتراكشن تاني، تجاذب بتجاذب اخر. واضح؟ وإلا بده يلزمني طاقة عشان أفكهم. الموجب والسالب قانون الدنيا أنهم إيش؟ الآن عشان أفكهم بدهم يتجاذبوا، طب بدي طاقة، من وين بدها تجيني الطاقة؟ الآن لما بيجوا بدوبوا في المية بنستبدل، بنيجي للـ Na بلس، هذه بتحوطها المية، المية بولر وإلى طرف سالب وطرف موجب. الايون الموجب بتحوطه الاطراف السالبة، والايون السالب زي السي ال ماينس بتحوطه الاطراف الموجبة. طبعا بالنسبة للمية لو قلت انا اتش اتش او، الطرف الموجب الهيدروجين، والطرف السالب لو هنا تخيلت اللي هو الاكسجين البارشال نيجاتيف، السالب الأكسجين، الموجب الهيدروجين. فأنا استبدلت أتراكشن بأتراكشن، ولذلك المادة إيش؟ بتدوب. ولذلك في عندنا إحنا قاعدة عامة في السوليوبيليتي. إيش بتقول هذه القاعدة العامة في السوليوبيليتي؟ Like dissolves like. بمعنى إنه الأشياء القطبية بتدوب الأشياء القطبية، المية بولر والان اي سي ال بولر، فاستبدلت روابط قطبيه بروابط قطبيه بمشي الحال، والنان بولر السوليوبل النان بولر. معنى لايك ديسولفز لايك انه البولر السوليوبل ان بولر، بستبدل روابط قطبيه بروابط قطبيه، والنان بولر السوليوبل النان بولر. واضح هذا الكلام؟ طبعا هنا بحكي لي عن المية وانه هي بولر، الها بوزيتيف اند نيجاتيف اند، زي ما انتم شايفين هاي المية الاكسجين، النيجاتيف اند الهيدروجينز، البوزيتيف اند لما بتتم عملية الذوبان البوزيتيف ايون زي الصوديوم ايش بده يحوطه؟ الاكسجين اللي مبين هان باللون الاحمر، هذا الاحمر الاكسجين النيجاتيف اند، اذا صار عندي تجاذب بين الموجب والسالب. والنيجاتيف ايون زي السي ال ماينس شو اللي بده يحوطه؟ الهيدروجين اللي مبين جري هيك سكني، هاي ملاحظين ايش اللي محوطه؟ الهيدروجين الموجب. واضح؟ الهيدروجين الموجب بحوط الكلور السالب، الاكسجين السالب بحوط الصوديوم الموجب. اذا انا استبدلت التجاذب اللي كان بين ال Na بلس والسي ال ماينس بتجاذب بين ال O ماينس وال Na بلس، وبين ال H بلس والسي ال ماينس، فاستبدلنا تجاذب بتجاذب. كلام منطقي، وهذا اللي بيعمل عندنا قصة
السوليوبيليتي. الآن بنيجي لمصطلح أيضا مهم عندنا في موضوع السوليوبيليتي اللي هو معنى إلكترولايت. إيش يعني إلكترولايت؟ An electrolyte is a substance that when dissolved in water forms ions. المادة اللي إذا أنا دوبتها في الماء عملت لي أيونات، هذه بنسميها إيش؟ إلكترولايت. And hence results in a solution that can conduct electricity. طالما صار عندي أيونات في الماء، إذا صار عندي توصيل للكهرباء. الآن نقطة كتير مهمة أرجو تنتبهوا لها، موضوع الكوندكتيفيتي اللي هو التوصيل، عشان محلول أو مادة ما توصل الكهرباء بلزمها شرطين، عشان يصير توصيل الكهرباء بلزمني شرطين. الشرط الأول وجود أيونات، عشان أيونات موجب وسالب هو اللي بده يتحرك ينقل الكهرباء. والشرط الثاني إمكانية الحركة، اللي هي إنه يكون في إمكانية للموفمنت، إنه هذه الأيونات قادرة على الحركة. طبعا وين الأيونات بتقدر على الحركة؟ في السوائل. لكن لو افترضنا أيونات في مادة صلبة، حتى لو كانت أيونات مش هتقدر تتحرك، مش هتوصل. ولذلك انتبهوا، لو أنا جبت لكم في أسئلة مثلا صح وغلط، قلت لكم سوليد NaCl conducts electricity، بيوصل. الآن الـ NaCl صح في عندي أيونات، بس ما فيش movement، واضح؟ لأنه صلب. إذن هذا الكلام غلط. طيب لو جبت لكم السؤال بطريقة تانية، قلت لكم liquid NaCl conducts electricity، هذا الكلام صح. ليش؟ طبعا معناها انه انا اخذت ملح الطعام وسخنته لحرارة عالية عند حوالي 800 لحد ما صار مصهور. مرات بيستعملوا ليكويد، مش دوبته بمية، سيحته، عملت له انصهار. عشان هيك مرات بيستعملوا بدل ليكويد مولتن. مولتن يعني مصهور. مولتن NaCl او سوليد NaCl. الان هذا صار فيه شحنة وحركة بيوصل. طب لو انا اخذت الملح ودوبته في المية، ايش بدي اسميه انا وقتها؟ NaCl solution او aqueous solution، صار ملح في مية. لكن هذا الليكويد ملح سايح، بس ملح فيش في مية. طبعا ملح في مية conducts electricity. ليش؟ لانه انا اتحقق بزام solution اللي هي الموفمنت، و NaCl ايونز بيوصل. هنا السوليد فيش فيه موفمنت، في ايونز بيوصلش، واضح؟ الان النون الكترولايت از ا سبستانس ذات وين ديسولفد ان ووتر داز نوت فورم ايونز اند هنس ريزلتس ان ا سوليوشن ذات داز نوت كوندكت الكتريسيتي. اذا كانت الماده موليكيولار مش ايونيك، اذا كانت الماده موليكيولار مش ايونيك، هل يا ترى هذه المادة حتوصل الكهرباء؟ لا، لأنه مش أيونات. الآن خلينا نبدأ بأمثلة. أول مثال ممكن نسأله الماء، هل الماء بيوصل الكهرباء ولا لا؟ انتبهوا معي، هاي O H H. الماء أيونيك ولا موليكيولار وروابط تساهمية؟ موليكيولار. موليكيولار. وبنفس الوقت لو اجينا قلنا بهمش، ما هو المية بتتفاعل مع نفسها بتعمل ايونات، كويس، نيجي نحط معادلة تفاعل المية مع نفسها، H2O زائد H2O بتفاعل اتزان H3O plus زائد
OH minus. الآن هذا الاتزان معظمه بالاتجاه اللهان، بمعنى أنه من كل تقريبا مليون جزيء مية، من كل مليون جزيء مية واحد بيعمل زي هيك وباقي المليون بيضلوا موليكيولار. إذن الماء بهذه الحالة بده يصير إيش يعتبر؟ very very very، هيك نحطهم ثلاث مرات، weak electrolyte. يعني لو حد أخذ مية نقية 100% مش هتوصل للكهرباء. هتقولوا طب إحنا دائما بحذرونا لما ننظف التلاجة وإشي وانتبهوا للمية بتوصل، لسبب بسيط إنه المية اللي إحنا بنستعملها هديك فيها أملاح ولو 0.5%، الأملاح اللي فيها اللي بتخليها توصل، فمية الصنبور بتوصل الكهرباء لأنه فيها أملاح ذائبة، لكن أنا بحكي عن بيور ووتر. الأصل إنه البيور ووتر does not conduct electricity, is a very 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 weak electrolyte. واضح؟ رغم تكون الأيونات. ليش؟ لأنه هذا التفاعل تفاعل اتزان، واللي موجود بنسبة أكتر مين؟ عشان هيك لاحظوا كيف لما بنصيغ المعادلة بنعمل السهم زي هيك، يعني كمية قليلة هيك وكمية كثيرة هيك. شوفوا كيف طريقة كتابة السهم، إنه معظمه بهذا الشكل مش بهذا الشكل. الآن كل ما زادوا الأيونات كلما زاد التوصيل. لو مثلا اجيت على موليكولار أيون تاني زي حمض HCl وقلت HCl زائد H2O حيعطيني H3O بلس زائد Cl ماينس. الآن هذا التفاعل تفاعل كامل بنسبة 100%، كله تحول لأيونات. إذن اللي موجود حقيقة هذا مش هذا، كله تحول. شوفوا كيف طريقة كتابة المعادلة. ولذلك HCl solution، لو هيك جبت السؤال HCl solution conducts electricity، طبعا conducts صح، واضح؟ يعني هذه الجملة لو كانت HCl solution conducts electricity ايش حتحطوا عليها؟ صح. طب تخيلوا لو اجا سؤال بهذه الصياغة حتى نكون فاهمين بالضبط كيف الشغل. لو انسان قال لكم HCl liquid conducts electricity، الآن إيش معنى HCl liquid؟ إنه أنا جبت ال HCl اللي هو أساساً غاز بالكولينج بالتبريد، حطيت الغاز بالتلاجة كثفته، عملت بالكولينج HCl liquid، جبت سيرة المية أنا؟ أنا بحكي عن HCl الغاز، خليته سائل. طيب باجي بسأل ال HCl نفسه موليكيولر ولا أيونيك؟ موليكيولر موليكيولر صح. إذن كأنه هنا موليكيولر وهنا ليكويد بتعني موفمنت صح. هل إن وجدوا شرطين التوصيل اللي هم أيونز أند موفمنت؟ لا، This is molecular مش ionic. وقتش هو بصير ionic؟ لما دوبه في المية. عشان هيك ميزوا الكلام، يعني بتحسوا الجمل قريبة من بعضها البعض، لكن حقيقة HCl solution is something و HCl liquid is another thing. HCl solution it is HCl in water it changed to ions as we have seen، زي ما شفنا. However, HCl liquid is only HCl. Only HCl. HCl is molecular. Condensed HCl مكثف.
مش احنا الاشي بنكثفه بصير سائل؟ واضح؟ الان لو جزء من الكلام بدنا نلخصه بنقول بشكل عام الايونيك كومباوندز لما ندوبهم بالمية all of them are strong electrolytes. طب الموليكيولار، الموليكيولار هل بيكونوا الكترولايتس ولا لا؟ اذا كانوا سترونج اسيدز زي ال HCl اللي توي كتبنا معادلته، ملاحظين؟ وكان يعطينا ال H3O بلس زائد Cl ماينس بيكونوا سترونج الكترولايتس. طب لو كانوا بالتفاعلات اتزان ويك الكترولايتس، ال HCl كيف معادلته؟ تحول كامل لايونات، هانا تحول جزئي، ولذلك الويك اسيدز والويك بيسز، الويك اورجانيك بيسز ار ويك الكترولايت، بتحولوا جزئيا لايونات. اول اذر كومباوندز، اول اذر موليكولار كومباوندز اور انسوليوبل كومباوندز ار نون الكترولايتس، ار نون الكترولايتس. هذا الكلام تكرار للي حكيناه ووضحناه. هاي مثلا سترونج الكترولايت ان اي سي ال، دوبته في الميه صار ان اي بلس وسي ال ماينس، وبميه اذا بيوصل ايون مع موفمنت. هاي الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد تفاعله ايش؟ اتزان حمض الخل، يعني بيكون شويه ايونات مش كتير، اذا ايش يعتبر؟ ويك الكترولايت. طيب السترونج الكترولايت زي ال HCl لما دوبته بالمية، وهدول السيفن اسيدز هدول بتأينوا بشكل كامل، يعني هدول اقوى الاحماض معادلتهم زي هيك، اللي دائما بيطلعوا لي H3O بلس زائد النيجاتيف ايون. واضح؟ اللي هم بنسميهم احنا 1 2 3 4 5 6 7 السيفن سترونج اسيدز، اللي هم ال HCl ال HBr ال HI هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد، هيدرويوديك اسيد، نيتريك اسيد، بيركلوريك اسيد، كلوريك اسيد، وسلفريك اسيد. التعين الاول له كامل، ليش؟ هذا بتعين عمرتين، الاول منهم كامل. فهدول سترونج اسيدز سترونج الكترولايتس. السترونج بيسز زي الان اي او اتش والليثيوم هيدروكسيد بيدوبوا في الميه ايونات. المعادن الهيفي جروب 2 ميتال هيدروكسيد، هدول الهيدروكسيد اللي بيدوبوا في الميه all of them are strong electrolyte. ما عدا ذلك لو كانوا بتفاعلات اتزان زي الميه مع نفسها او زي حمض الخل مع الميه، هدول ايش بيكونوا؟ ويك. الان بنصل للموضوع اللي ان شاء الله المره الجايه بنبدا فيه، الميتاثيسز او الاكستشينج رياكشنز اللي هي تفاعلات التبادل المزدوج. إن شاء الله المرة القادمة بنبدأ فيه.